إليكم أيها السامعون، اليوم سنقدم لكم أربع شخصيات ساهمت في بناء تاريخ إنسانية. أنا أبو الحسن علي بن نافع، يلقبونني بزرياب تشبيها لي بطائر حد بالصوت وأسود اللون كسواد بشرتي. ولدت في بغداد ويقولون والعلم لله سبحانه وتعالى أن مولدي كان سنة 160 هجرية، ما يوافق على حسب تعبيركم 777 ميلادية. وكنت حينها مولى من موالي الخليفة المهدي، إلا أن المهدي رحمه الله وسكنه فسيح جنته أعتقني قبل وفاته وأنا صبي في 9 من العمر. ولدت في بغداد، وما أدراكم ما بغداد أيها السامعون؟ فبغداد عاصمة حكم وعلم ودين وفلسفة وعمران. عشت جملا تحت حكم هارون الرشيد، وتتلمت على يد إسحاق الموصلي، غير أنه خاف على مكانتي بعد أن رأى انبهار وإعجاب الخليفة بصوتي وعزفي، فأنا فنان من الطراز الرفيع. دعوني أحدثكم عن الغناء، موهبتي في حضرة هارون الرشيد، الحاكم الذي حكم الدنيا طولا وعرضا، والذي نبغ في زمنه الفلكيون والأدباء وأهل الحلم. وفي الأندلس استقبلني ورعاني الخليفة عبد الرحمن بن الحكم، الذي استقبلني في مجلسه وغنيت له وعزفت. هي قرطبة وإشبيلية وغيرها من الحواضر التي ساهمت في بناء تاريخ الإنسانية. وصلت إليها بعد فترة مقامي في القيروان، تسمون الآن على حسب تعبيركم تونس، ووجدتها في أوج البناء والتسييد والتشييد وتعزيز السلطان. وفي الأندلس أيها السامعون، أنا الذي اخترعت فن الموشحي وأضفت إلى آلة العود وترا خامسا من غير الأربعة المعروفة، واخترت لمضراب العود أي الريشة ريس النسر. وفي الأندلس أنا الذي وضعت مقامات في الموسيقى لم تكن معروفة من قبل، والذي وضعت وصول تعليم الموسيقى والغناء للمبتدئين. لا أريد التباهي أمامكم، ولكن أنا الذي نقلت الموسيقى الشرقية من بغداد إلى الأندلس ثم انتقلت إلى أوروبا، وبذلك أكون حلقة وصل بين الحضارات وسفيرا للتسامح والتواصل بدل الحقد والكراهية والصراع. وأنا عبد الرحمن بن محمد بن خلدون من مواليد تونس سنة 732 هجرية، موافق لسنة 1332 ميلادية. حفظت القرآن منذ الصغر، وأخذت الأدب عن والدي، وعلوم الدين عن كبار القضاة والفقهاء، فما بلغت 20 من عمري حتى كنت عارفا بالعلوم والأدب. وقد سافرت إلى المغرب وتحديدا إلى مدينة فاس، حيث احتضنني السلطان المعين الكبير أبو عنان، فشغلت أكثر من منصب، منها كتابة بعض السلاطين ومهمة القضاة أيضا. ثم رحلت كذلك إلى الأندلس في مهمة سياسية، فكان استقراري بقرطبة وإشبيلية. أما في مصر فشغلت مهام القضاء على المذهب المالكي ومهام التدريس أيضا. فكل هذه التنقلات والمهام أكسبتني خبرة في الحياة أثرت على فكري. وضعت أصول علم الاجتماع والعمران البشري قبل علمائكم في القرنين 19 و20، وقد كانت وفاتي مصداقا لقوله تعالى كل من عليها فان، سنة 800 هجرية موافق لسنة 1406 ميلادية.
جدا، وقد حول الغربيون اسمي إلى أفيغوريس. ولدت سنة 520 للهجرة المقابل 1126 ميلادية، وتوفيت سنة 595 للهجرة مقابل 1198 ميلادي. درست الفقه والأدب والفلسفة، كما مارست الطب والفلك والقضاء. ترجمت جمهورية أفلاطون إلى العربية وشرحت كتب أرسطو. وقد كانت شروحي لكتب أرسطو الأساس الذي بنى عليه الأوروبيون نهضتهم التي أخرجتهم من العصور الوسطى، كما مارست القضاء في إشبيلية وقرطبة. لم أجد تعارضا بين الدين والفلسفة عكس العديد من الفقهاء علماء الدين، بل اهتديت إلى أن المعرفة تستند من جهة إلى الدين ومن جهة أخرى إلى الفلسفة. تعرضت لمحنة في نهاية حياتي عندما سعى بعض أعداء العقل والحاقدين لدى الحاكم الموحدي يعقوب المنصور، فاتهموني بالحق واتهموني بالكفر، وصدقهم الحاكم وأبعدني عنه بعدما كنت طبيبه الخاص بل أحرق كتبي الفلسفية. ومنعني الشغال بالفلسفة وبالتكلم عن الفلسفة، فقد بوأت للفلسفة مكانة لائقة، خاصة بعدما أساء إليها أبو حامد الغزالي في مؤلفه تهافت الفلاسفة، فكتبت كتابا ردا عن ذلك المؤلف ولقبته بتهافت التهافت. كما بينت التناغم بين الدين والفلسفة في كتاب سميته فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتساع. سمعت أنكم اعتبرتم منهجي طريقة عقلانية في التفكير أطلقتم عليها اسم الرشدية، وقد سمعت أن دانتي وجيمس جويس قد تحدثا عني، فقد دافعت عن العقل قبل ديكارت، وتعرضت أفكاري للاضطهاد قبل طه حسين وفرج فودة وغيرهما من زمانهم. وأنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الطنجي، ولدت في طنجة سنة 704 هجرية بموافق 1304 ميلادية. لقبوني بابن بطوطة، وترعرعت ولدت في عائلة النافذة في المناصب والعريقة في علوم الدين، فدرست هذه العلوم إلى جانب علوم الأدب واللغة، ولما اشتد عودي خرجت إلى الحج، وبعد ذلك طفت البلدان العالم، فزرت حبشة ومصر والعراق والشام وما وراء النهر والصين والهند، وتقربت من ملوك وأمراء وحكماء، وفي ترحال هذا اكتشفت أخبار أمم وعاداتهم. وبعد ذلك قمت برحلة ثانية من طنجة إلى غرناطة، مرورا بسبتة وجبل طارق وملاقة، أما ما تسمونه بإفريقيا جنوب الصحراء، فزرت منها تنبوكتو المعروفة بذهبها وملحها. وبعد طواف العالم رجعت إلى المغرب، وتحديدا بفاس العريقة، وذلك تحت رعاية المارين أبي عنان. وفي المغرب أمليت أخبار رحلتي على محمد بن كلب الجزي في مؤلفه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأصفار، وقد ترجمتم هذا الكتاب في زمنكم هذا إلى اللغات العالمية كالإنجليزية والفرنسية والبرتغالية، لتلقبني جامعة كامبريدج بأمير الرحالة المسلمين. وهكذا قد أسهمت في تعريف الإنسانية بأخبار الإنسان كما قام به ابن رشد في الفكر والفلسفة، وقام به زرياب في الموسيقى، وابن خلدون في المعمار والتاريخ. وكانت وفاتي أعزكم الله في مراكش سنة 777 هجرية، بما تترجمونه في زمنكم ب 1379 ميلادي.